بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي وائل حسين كامل فرفوق من دمنهور البحيره. سواق سايق تاكسي. حصلت على شنطه فيها 150,000 جنيه، ورق لتقديم كليه، وفلعت رجعت المبلغ لاصحابه بعد ساعتين ثلاثه كده من الوقت بعد ما نزلوا، وسلمتهم الامانه واتكلت على الله. والله نقطة اللي أنا ننزل على النت أساسا أنا ما كنتش نستحق اللي أنا ننزل ونتصور وناس تشوفني والفيس والسوشيال ميديا، اللي أنا ما كنتش نستحق كل دوت. أنا أصلا عامله لله يعني بيني وبين ربنا، فما كانش في دماغي الصورة اللي أنا اتصورها توصلني لكل ده والناس كلها تشكرني والناس بتكلمني. مين اللي نزل صورتك؟ صاحبة الشنطة؟ صاحبة الشنطة هي وبنتها. فجيت وانا نام في بيتي العصر، اختي بتصحيني وتقول لي ده انت نزل في دمنهور بلدي والناس كلها بتتكلم عليك وانت اتشهرت جامد، يعني انا ما استحقش كل ده. انا كل ده كنت جاي لها دي امانة موصلها لك وخليها بيني وبينك وبين ربنا عشان الثواب بتاعها، ما كنتش نستحق كل اللي انا فيه دوت. المبلغ كان معايا 150,000. قعدت دورت على الجماعه صحابهم، نزلتهم في المكان اللي نزلوا فيه وعطلت فيهم بعد وقت شويه كده، والحمد لله وصلتهم وما ترددتش في المبلغ اللي انا ناخده. وكان كل هم اللي انا نوصل لهم فلوسهم واوراهم عشان خاطر ربنا ما يعني ما يقبلش على نفس الحرام طبعا ولا على اولادي. هل هم عرضوا عليك مكافأة مثلا او حاجة زي كده؟ عرضوا عليا بس ما رضيتش اقبلها، ما كانش في دماغي اي حاجة. كان في دماغي فرحة الست وهي بتاخد الحاجة مني وبتبقى فرحانة بالورق بتاعها، اللي هم رجعت لهم الحاجة تاني بعد صدمة اللي هم نزلوا والحاجة ديت فقدوها في السيارة يعني. بوصل لكل شاب وشاب اي ممكن اي حد يلاقي اي حاجه امانه، يا ريت ما يترددش يفكر اللي هو ما يداش لاصحابه، لا ردها لعل يكون اختبار من ربنا سبحانه وتعالى. الاختبار ده بيختبرك فيه يشوف امانتك، ودي حاجه تبقى كويسه. عالم بظروف صاحب الحاجه ان كان ايه هي، تليفون، فلوس، ورق، شنطه هدوم، اي حاجه. اللي يشوف اي عمل خير يعمله، حتى لو حتى الجزازه في الارض، يا ريت حتى لو شفتها شيلها على جنب، جالب توب، اي حاجه